حياكم الله مشاهدينا الكرام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الفقرة النافذة الطبية هنا الحقيقة سنناقش موضوع إلى أين وصل التطور اليوم في مسألة علاج السمنة، ما وصل إليه التطور من عمليات لعمليات السمنة وما إلى ذلك. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، حول عمليات السمنة، حول الأسئلة التي تودون مشاهدي الكرام أن تعرضوها على المختصين في هذا المجال، سيكون معنا اليوم وسعيدين به استشاري جراحة السمنة دكتور ناصر أو عفوا نايف العنزي. أهلا وسهلا فيك دكتور نايف. يا أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، وإن شاء الله يكون اللقاء خفيف ولطيف على مسامع الجميع إن شاء الله. أولا شكرا لكرمك وتواجدك اليوم معنا. الله يسعدك. ممكن في هذه النافذة هدفنا تثقيف المشاهد ورسم أو تكريس مبادئ أساسية من مبادئ الثقافة الصحية. السؤال الأول الذي يجب أن يسأل الحقيقة، متى أقول أنه هذا الإنسان سمين وهذا مو سمين؟ يعني ما هو السمين الحقيقة؟ أحيانا تأخذ على الشكل أي الشكل وخلاص. لكن إذا إحنا نعرفها من ناحية طبية، السمين إحنا دائما نرمز لأشياء معينة غير أنه نأخذ شكل الإنسان. دائما لدينا مؤشرات تدل على مؤشرات علمية تدل على هذا الإنسان يعتبر من الناس اللي يرمز لهم بالسمنة ولا لا. المؤشر هذا دائما احنا طبيا نسميه مؤشر كتلة الجسم. لما تكون كتلة الدهون عند الإنسان أكثر من المعدل الطبيعي، فهذا نبدأ نرمز له بالبيان أنه إنسان سمين أو يعاني من السمنة. لو سألنا ما هو مؤشر كتلة الجسم، كتلة الجسم اللي هي محصلة أو معادلة اللي هو تقسيم الوزن بالكيلوغرامات على مربع الطول، وبالتالي يكون اللي هو مؤشر كتلة الجسم. للناس اللي يعانون من السمنة لابد أنه يكون معدل كتلة الجسم أكثر من 30. فلو أكثر من 30، أكثر من 30 الناتج يكون أكثر من 30 بالضبط. فلو حسبنا من 30 إلى 35 هذا تعتبر إنسان سمين من الدرجة الأولى. من أكثر من 35 إلى 40 هذا سمين من الدرجة الثانية. أكثر من 40 هذه سمنة من الدرجة الثالثة، أو نسميها مجازا السمنة المفرطة. بالضبط السمنة المفرطة. ففي مؤشر ثاني ممكن نعتمد عليه اللي هو معدل أو محيط خصر الجسم. هذا طبعا كذلك مجازا يعني يؤخذ فيه، لكن ما هو دقيق لدرجة كبيرة. اليوم خلينا ندخل على مسألة، هل اليوم صارت عمليات، يعني دائما نسأل، خلينا نسأل أسئلة المشاهد، هل اليوم صارت العمليات، عمليات السمنة موضة؟ يعني في واحد ممكن أنه ما يحتاجها ويسويها؟ شوف، من بدأت عمليات السمنة، أو خلينا نتكلم عن مرض السمنة. مرض السمنة هذا مرض فعلا، لأنه يعني المضاعفات تبعت المرض هذه كثيرة، وتحمل في طياتها تتكلم عن أمراض عدة، يعني تصل إلى 70 مرض أو أكثر من 70 مرض. واحدة من الأمراض اللي دائما تكون عند الناس وحساسة اللي هو موضوع السكر، مرض السكري، مرض الضغط، مرض الأمراض القلب والشرايين، مرض العقم، أمراض المفاصل، أمراض كثيرة كلها بسبب السمنة، لذلك سمي بمرض أو مرض العصر. فلو جينا إحنا نتكلم عن هل كل من سميناه سمين يحتاج تدخل جراحي؟ ولم تكن عمرها اللي هو عمليات السمنة هي عمليات تجميلية أو عمليات لمجرد تحسين الجسم أو الظاهري للإنسان. لا، هي عمليات أجريت الهدف منها هو علاج الأمراض المصاحبة أو المضاعفات المصاحبة للسمنة. هذا من الناحية الثانية اللي هو حماية الناس من أن يكون في يوم من الأيام يكون عرضة لهذا النوع من الأمراض. يا سلام، إذن هذا هو الأساس، أنه علاج لهذه الأمراض. نعم، وليست المسألة أنها فقط أنا أبغى أنحف وأبغى. لا طبعا، هم الناس، يعني خلينا أسألك بشكل آخر، من الدرجة الأولى والثانية. من الدرجة الأولى لو جاء واحد وقال أبغى أسوي عملية تكميم مثلا من الدرجة الأولى. نعم، عنده سمنة من الدرجة الأولى. نعم، إيش رأيك فيه؟ أتفق معه بشرط. دائما كنا قبل تقريبا سنة تعمل عمليات السمنة من 35 لكتلة الجسم، من 35 إلى 40 لمن لديهم سكر وضغط وكوليسترول إلى آخره. من 40 مفتوح، بمعنى أنه أي أحد يعاني من سمنة يقدر يعمل العملية.
يقدر يعني. الآن في اللي هو بناء على خطاب أو توصية من الجمعية الأمريكية لأمراض السكري أنه وجدوا أنه عمليات السمنة هي عمليات فعالة في التخلص من السكر، من مرض السكر. فنزلت كنا من 30 إلى 35 ما نعمل فيها عمليات إلا نتكلم مثلا عن تدخل غير جراحي زي البالون، إرشادات للمريض بأنه الحمية والرياضة وإلى آخره، لأنه لابد أنه نعطي ثقافة للمريض أنه عمليات السمنة هي المحصلة الأخيرة وليست أول الحلول. دائما نقول المريض ما نجري لك العملية إلا لما تكون مريت في فترة سنة إلى سنتين من الرياضة، من الرجيم، من الالتزام بهذه الحمية. إذا ما قدرت وفشلت أكثر من محاولة، هنا أنت من الناس المناسبين لعمل العملية. يمكن هذه نجيها في السؤال بعد. فالناس التوصيات الجمعية الأمريكية لأمراض السكري أوصت بعمل عمليات التكميم أو جراحات السمنة بشكل عام لمن كتلتهم من 30 إلى 35. إذن للناس اللي لديهم سكر وضغط وأمراض مصاحبة للسمنة في المعدل هذا 30 إلى 35 نعم تنفع لهم اللي هي التدخلات الجراحية لما يكونون فشلوا في التجربة اللي هو الغير جراحية في المرحلة الأولى. وهذا يقودنا إلى سؤال أيضا آخر، وهو هل هناك أناس تصلح لهم العمليات وآخرين تقول لا؟ أنت كطبيب تقول لا أنت ما تصلح لك العملية. طبعا أنا جراح لازم أقول لهم كلها تصلح لك العملية بدون شك، لكن لا، في معايير دولية احنا نلتزم فيها. وما هو أي مريض يجي لازم أنه أنت على طول تعال ادخل عمليات. المعايير الأساسية أولا زي ما قلت لك اللي هو المؤشر كتلة الجسم لازم بد أنه يكون أكثر من 30. اثنين، لابد أنه يكون المريض مر بمرحلة أو تجارب فشل في الحمية وفي الرياضة وكانت متكررة. يعني ما يجيني مريض والله أنا شاف أمس أحد زملائه مسوي عملية تكميم، ولا شافها في التلفزيون جاني قال والله أبغى أسوي عملية تكميم أو تحويل اليسار، هذا غلط طبعا. لابد أنه إحنا نأخذ في الاعتبار أنه مرحلة النفسية ما بعد العملية هتكون ربما سيئة إذا ما كان مر بتجربة اللي هو الحمية الغذائية قبل العملية. الشيء الثالث أنه يكون خالي من الأمراض النفسية، بمعنى أنه أي مريض يعاني من اعتلال نفسي غير مهيئ للتدخلات الجراحية. معلش أنا في نقطة، لأنه شدني ذكرت واحد سوى عملية ومر بحالة سيئة، والسبب تدري وشو؟ عنده فوبيا من التقيؤ، وهذا الشيء اللي ما اكتشفه الطبيب قبل العملية. عنده فوبيا من التقيؤ، ولذلك رفض أن يشرب أي شيء ورفض أن يأكل أي شيء، يخاف من أنه يتقيأ لأنه ممكن يشعر بنوع من التقيؤ وما إلى ذلك، فسببت له أمراض أخرى منها فشل كلوي. طبعا أنت عارف الناس ما في أحد يحب أنه يمر في مرحلة اللي هو الاستفراغ. الاستفراغ هذا أمر مزعج لكل الناس سواء في عملية ولا بدون عملية. صحيح. فلو أحد جاته نزلة معوية الاستفراغ هذا متعب ومهدد الجسم. لكن الخوف من الدخول في العمليات الجراحية هذا طبعا مسلم فيه. سواء في ناس تخاف من التخدير، في ناس تخاف يقولون أنا أخاف ما هو من شيء مثل ما تفضلت، خاف بس من الاستفراغ، ما ودي أني أمر في المرحلة هذه. طبعا أنا أطمن الناس فيها من كان مهيئ لدخول العملية، موضوع اللي هو الغثيان والاستفراغ أو الآلام اللي الناس تخاف منها مع الوقت الحالي قليلة أو ما تقارن بعمليات أخرى. مثلا أنا دائما أضرب مثال خصوصا لأخوات النساء اللي هو عمليات القيصرية مقارنة بآلام عملية اللي هو العمليات السمنة أو التكميم. فأنا أقول ما في مقارنة، عمليات التكميم أو عمليات السمنة أهدى بكثير كآلام. ليش؟ لأنها كلها تجرى بالمنظار، فتحات صغيرة كل فتحة لا تتجاوز 1 سنتي، بينما عمليات القيصرية فتح طولي فآلامها ما تقارن. أيوه. فعشان كذا أنا أقول أنه دائما المقارنة هذه تهدي من خوف المريض. مسألة اللي هو الاستفراغ والغثيان هذا أمر جدا مؤقت في أول كم ساعة بعد العملية. في معليش أنا ترني أسأل كثير لأنه الوقت ترى يعني معنا وقت قليل ونبغى ناخذ كم إجابات على عجالة. ما هي أنواع العمليات اللي للسمنة؟ طبعا إحنا لو نصنفها تدخلات جراحية وغير جراحية، فلو استثنينا عمليات أو التدخلات الغير جراحية بنتكلم عن التدخلات الجراحية. عندنا حاليا حوالي 3 أو 4 أنواع. في عندنا اللي هو العمليات اللي هو التكميم أو قص المعدة أو تدبيس المعدة، هذه كلها عملية واحدة مفهومها واحد.
عمليات تحويل المسار سواء الكلاسيكي أو المصغر، وعمليات تحويل المسار الاثنى عشر. في عمليات طبعا جديدة لكن غير معترف فيها، لكن هذه الثلاث عمليات الأساسية. زي البالون، وش هذه؟ البالون تعتبر عملية للسمنة لكن من غير تدخل جراحي. غير تدخل جراحي. أيوه، لأنه ما فيها شق في البطن، ما فيها دخول مناظير، هي عن طريق الجهاز الهضمي، يكون تحت تخدير موضعي، عملية لا تتجاوز تقريبا 10 دقائق وساعة، والمريض يكون في بيتهم. فهي نوع تعتبر من التدخلات الغير جراحية. السؤال اللي يمكن المهم جدا، وش أكثر العمليات اللي الناس تسويها من اللي ذكرتها الثلاث؟ طبعا حاليا فاقت عملية التكميم هي التوب رانك في الشرق الأوسط بشكل عام، حتى في نورث أمريكا تعتبر من هي العملية الأساسية اللي صارت تجرى بشكل كبير في الفترة الأخيرة. بعد ما يسوي العملية، خلينا ناخذ عملية التكميم. عملية التكميم سواها وانت، متى ينزل وزنه؟ مباشرة. طبعا دائما أي عملية تمر في مرحلة ما بعد العملية مراحل تغذية. هذه تساعد المريض على أنه يتأقلم مع الشكل الجديد للمعدة، وبالتالي نزول الوزن في أول أسبوع حيلاحظ الإنسان عنده فرق في الأرقام. وأنا يمكن من هذا المنبر الآن أنا أقول للمرضى لا تركزون على الرقم، المهم على الملابس. على الملابس، يعني بعد أسبوعين من العملية حلو، قارن ملابسك قبل العملية قارن ملابسك بعد العملية قبل العملية الوزع. بمعنى أنه اللي كنت تلبسها قبل العملية البسها الآن وشوف، حتلقى فيها فرق، حتلقاها توسعت. يا سلام. فهنا هذه علامة تدل على أنه الإنسان بدأ ينزل في الوزن. يصير عند الإنسان ثبات في الوزن، وهذا طبيعي لأنه في عندنا ردة فعل، فالجسم يحارب النزول فيوقف على أساس أنه ما تتعرض الأعضاء الداخلية زي الكلى والكبد والعضلات من سحب من المخزون اللي موجود فيها، فيصير ردة فعل أنه يوقف أسبوع 10 أيام، تختلف باختلاف الجسم، بعدين يرجع ينزل مرة ثانية. يا سلام. فدائما ما نركز على الأرقام اللي موجودة في الميزان، ونركز على توسع الملابس. هذا أول علامة. العلامة الثانية، دائما إذا إحنا حريصين نبغى نوصل للميزان، للناس تحب دائما النتائج السريعة، يبون يشوفون أرقام، كنت 150 أبغى أشوف 100 خلال أسبوعين، ما ينفع. يعني اللي تجمع في سنوات ما حيروح في كم يوم يعني، ولا يروح بشاي أخضر. بالضبط، بشاي أخضر. فاللي إحنا نشوف دائما أنه كل أسبوعين ما ليش تاقف على الميزان أول ما تصحى من النوم. حلو. أنا أعرف مرضى يجيهم هوس يوميا يقف على الميزان، يا دكتور ما نزل وزني، يا دكتور أنا هدي. لا، الأمور طيبة وتنزل، لكن خليها كل أسبوعين الصباح بدري اطلع على الميزان وقيس. حلو. هتحس بالرضا. انت لما تقيس بشكل يوم حتلقى الجرامات اللي نزلت، ما تحس انها الشيء اللي يرضي يعني نفسك من ناحيه انه اجريت عمليه كبيره وابغى انزل بشكل سريع. لا يعني خليني ارجع شوي للوراء بعد العمليه، انا قفزت بالسؤال وسؤال مشان اللي هو مساله الآن بعد ما يسوي العملية، وش الأعراض اللي تجيه؟ مسألة الأكل، أنت ذكرت جانب مهم وجانب النفسية، خلينا نتسولف عن هالشيء. طيب، في مرحلة بعد العملية؟ إيه، بعد العملية الآن، بعد ما انتهت العملية وصار على السرير. طيب، عادة اللي يمر فيه الإنسان مرحلة تأنيب ضمير صراحة، يقعد يفكر هو صح لي أنا سويته ولا مو صح. يا سلام. فتلقى العلامات هذه تقراها في وجهها بعد العملية بيوم مباشرة. فتدخل عليه، ما كان يضحك ويسولف معك، الحين ساكت كذا مكتم و... يا اخي انا ليش؟ ايه، هو ليش انا سويت كذا؟ طيب، هو قرار صحيح اللي انا سويته؟ يبدا علامات التحسف على وجهه. طيب، نجي نقول لا، الامر طيب ولا تقلق. ومتى يبدا بعلامات الابتسامه؟ بعد اسبوع 10 ايام، لما يبدا يشوف الارقام بدات تتغير عنده. حلو. فعامل النفسي عامل جدا مهم، وكويس انك ذكرتها، لان كثير منهم يخافون، يقولك انا خاف انفس بعد العمليه. طبعا انا الحين مرح دب ومرح، والان بعد العمليه ما ابغى اصير كذا. اخوياي ما يحبوني، ولا صاحباتي ما عاد يطيقوني يقولون انت. لا، دائما نحرص انه نفهم عمليه التكميم او عمليات السمنه بشكل عام، كلنا نحب الاكل فعلا. بعد العمليه
بنحب بنظل نحب لكن بكميات قليلة. وهذا هو الفرق. وهذا هو الفرق. اثنين، لابد أن نثقف أنفسنا عن العملية. ما ينفع إنسان زي ما قلت لك يجي جالس اليوم مع شباب وشاف والله كم واحد نازل والله بيسوي زيك يا فلان، ولا أنت مرة شفتك في زواج وصراحة جسمك حلو إيش سويت؟ والله سويت تكميم. طبعا أبغى أسوي زيك. وهذا اللي يجيني في العيادة. أنت سويت لقريبتي وأنا شفت صراحة جسمها عجبني فبسوي زيها. طب قريت عن العملية؟ لا. عرفت وش بيصير؟ لا. ما أيوه. فهذه هي المشكلة. هنا يدخل اللي هو العامل النفسي. إنسان يأكل بأريحيته ما شاء الله يدب في النعمة وفجأة ما يأكل الكميات معدودة. فهنا تبدأ تأثير النفسي عليه. لا ليش أنا هل أنا سويت هذا صح ومو صح؟ طب أنا كنت عايش مبسوط ولا عايشة مبسوطة؟ ليش سويت في نفسي كذا؟ فهنا لابد المسج اللي أنا بوصلها لابد أن نقرأ نطلع نسأل نعرف إيش اللي بيصير. فهذا نوع من التحضير النفسي للعملية. معليش خليني أمر في مرحلة ليش إحنا نقول مرحلة الرجيم قبل العملية مرحلة طيبة، كأنها تعود المريض على مرحلة ما بعد العملية فيكون نفسيا مهيئ، فما يمر بالتجربة هذه السيئة والتأنيب الضمير من عمل العملية. مجرد نشوف الأكل بس ما يقدر يأكل. لا هو يقدر يأكل بس الكمية تكون قليلة. إيه يعني الكمية بسيطة مرة. الشيء الثاني إنه يعني الرسالة الثانية إنه المرح مرح. فعلي. والله قبل العملية ولا بعد العملية. يا سلام. أنا يعني من تجربة اللي ناس أعرفهم أساساً قبل العملية كانوا ما شاء الله كل واحد ضخم. إيه. وما كان دمه ثقيل. بعد العملية لما هذا ما أدري هو له علاقة بالوزن اللي صار إنه بدأ يخف كثير طلعت روحه الحلوة. فالسمنة كان لها تأثير سلبي عليه. كان يحرمه من الطلعة، كان يحرمه من الجلسة مع الزملاء، كان يحرمه من السفريات. لا بعد العملية تغير التمام. تغير. إيه؟ طيب السؤال يعني معلش على نقاطات، لكن هل ممكن يرجع الوزن الأول؟ طبعا الوزن وارد إنه يرجع إذا الإنسان ما التزم. ما التزم. أيوه. يا سلام. بمعنى خليني أصيغها لك بطريقة ثانية، هي عملية مساعدة في أنك أنت تنزل في وزنك، لكن هي وصلتك إلى وضع معين. من اللي حيكمل أنت. يا سلام. فعليك جهد كبير في أنك أنت تلتزم أنك ما توصل إلى مرحلة الإفراط في الأكل. فهي العملية عبارة عن تغيير سلوكي، في سواء سلوكي وبدني، سواء في التغذية الغير صحيحة فتعدلها إلى تغذية صحيحة، والنشاط الغذائي تلتزم فيه. يا سلام. تدري أن الحلقة كممت؟ يعني الحلقة حسها مرت سريعا. عموما شكرا لك، انتهت الحلقة. الحقيقة كانت مواضيع جميلة وحاولنا أن نأخذ بقدر كبير من يعني دكتور مميز وهو استشاري جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي. شكرا لك دكتور نايف. أهلا وسهلا، وما دامها تكممت فإن شاء الله الأمور طيبة. إذن مشاهدي الكرام وصلنا معكم إلى نهاية هذه الفقرة، وما زالت فقراتنا في الرسالة اليوم مستمرة إلى نلقاكم.